اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده فيديو جديد مع رشا، والنهارده هنتكلم عن نصايح وتحذيرات وحاجات مهمه جدا عايزين نقولها لكل الابراج في شهر 3 لسنه 2021. النصايح دي بليز تاخدوا بالكم منها وتركزوا فيها، لان هي ممكن تاثر على طاقتكم، واعتقد انها تكون مفيده جدا جدا. بليز كمان عايزه اطلب منكم طلب، عايزاكم تعملوا شير لاي حد بيتفرج علينا دلوقتي وبيتابعنا علشان يستفيد كمان من الفيديو. كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك. وثانكي لكل الناس اللي بتدعمني، وثانكي لكل الناس بتبعتلي كلمات ايجابية وحاجات ايجابية، بجد يعني دعمكم مصدر سعادة وفرح وثقتكم فيا، بتديني باور قوية جدا جدا. طيب النهاردة هنتكلم عن برج كل الابراج، وهنتكلم ناخدهم بالترتيب، بس هنقسم الابراج لست ابراج. بعد كده في جزء تاني هعمله هنتكلم عن الست الابراج الباقيين. فهنبتدي دايما كالعادة باول برج من الابراج، وهو برج الحمل. برج الحمل نصيحتي ليكم الفترة الجاية ديت هو ان انتوا تبطلوا عصبية شوية. يعني برج الحمل من الابراج يا جماعة اللي بتتعصب بسرعة جدا وسهل انفعالها. ممكن الفترة دي تكون بتخسر ناس كتيرة او بتضايق ناس كتير منك بسبب انفعالاتك الحادة. يعني في ناس ممكن تكون بتستفزك او بتقولك كلام يضايقك، فانت بتستفز بسهولة، بتستفز بسهولة يا برج الحمل، والناس دي بتبقى ايه قصدها تضايقك او قصدها تزعلك او قصدين يقولولك كلام يضايق. فحاول ان انت تقلل من انفعالاتك شوية، تقلل من زعلك شوية، حاول ان انت يعني تتحكم شوية في عصبيتك يا برج الحمل، عشان الموضوع ده ممكن يبقى سبب زعل ناس كتير جدا منك. ده رقم واحد. رقم اتنين، شايفة ان برج الحمل الفترة اللي فاتت كمان محتاج مساعدة، يعني حاسة ان هو محتاج ناس تدعمه، محتاج ناس تشجعه، محتاج ناس تقوله كلام حلو، محتاج ناس تقوله كلام ايجابي، محتاج ناس تدعمه، محتاج ناس تحسسهم بحبهم. فاعتقد انت الفترة دي محتاج تقرب من الناس اللي بتحبك يا برج الحمل، محتاج تشوف مين اكتر حد انت فعلا بتستريح معاه وفعلا بتحس ان انت فضفض، اتكلم، عبر، ما تكتمش جواك. يعني هو الحمل عادة مش كتوم، بس هو حساس جدا، ومش ناس كتير تعرف ان برج الحمل حساس. فالفترة دي انت محتاج تنفجر، تتعبر، بس من غير ما تزعل حد منك. فاعتقد ان اي حد بيسمعني وليه حد صديق برج الحمل، حاول تروح تسأله مالك، او انت عايز تتكلم، او في حاجة مزعلاك، او في حاجة مضايقاك تحب ان انت ندردش فيها مع بعض. لان انا شايفة ان الحمل محتاج جدا الفترة الجاية بفضفضة، بكلام كتير يعني. طيب ندخل بعد كده على برج الثور. برج الثور فترة الجاية دي فترة نجاحات عندك، يعني انت الثور شهر 3 شهر نجاحات، شهر تقدم، شهر عندك تقدم في كل مجالات حياتك، عندك امنيات بتتحقق، عندك حاجات كتيرة نفسك فيها تقدر تحققها. على مجال العمل اسمك هيلمع يا برج الثور، يعني على مجال العمل الناس هتبقى مبسوطة منك، الناس هتتكلم عنك، اسمك هيبقى متداول في مجامع عملك بطريقة ايجابية جدا جدا. طبعا الثور من الابراج المجتهدة جدا، اللي دايما بتشتغل على نفسها ودايما بتحاول تبقى افضل ودايما بتحاول ان هي تعمل مجهود اضافي. فبجد برافو يا برج الثور، استمر دايما في تقدمك، اتعلم حاجات جديده، حاول انت تستثمر مجهودك ووقتك ان انت تنفست في نفسك ان انت تبقى افضل واحسن. فانا شايفاك بتتحسن ماديا، بتتحسن معنويا، بتتحسن كمان عمليا، عندك نجاحات، عندك تقدم، عندك ناس كتير هتسقف لك. في حد بيقول انت حاطه يا جماعه حاطه النهارده فاونديشن غامق، مش عارفه يعني مغمقه نفسي، قررت ان انا اجرب اغمق نفسي اشوف شكلي في الغامق يبقى عامل ايه. قولوا لي شكلي حلو ولا لا في الفاونديشن الغامق. طيب نرجع لموضوع الحلقه. كمان يا برج الثور محتاج جرأة في الحب شويه، يعني محتاج ان انت تبطل تهرب من المشاعر، مشاعل تبطل تهرب من الحب، تبطل تهرب من العواطف، تبطل تهرب من انت تعبر يعني. اوكي، لان ممكن يكون شريك حياتك محتاج يسمع منك كلام حلو، محتاج يسمع هو بيحبك، بس محتاج ان هو يحس ان هو قريب منك، محتاج يسمع ان هو حاجة مهمة بالنسبة لك، فهو محتاج الدعم ومحتاج الحب. في برج الثور انت محتاج تعبر عن مشاعرك بطريقة افضل، محتاج ان انت تهتم بالشخص اللي انت معجب بيه او بتحبه او عايز تقرب منه، محتاج ان انت تبين. ايوة كده سوسو، لا بس حطيه بقى في حاجة عالية عشان بنضبط الديكوريشن يا جماعة. محتاج ان انت تتكلم يا برج الثور، اتكلم بس هتيجي كده شوية، لا كده ايوة حلو قوي كده. فمحتاج ان انت تعبر عن نفسك يا برج الثور، محتاج ان انت تتكلم، محتاج ان انت تقول انا موجود، يعني لان شريك حياتك محتاج دعمك، محتاج حبك، محتاج كلامك، محتاج ان انت تقول له
بالاقوال كمان. يعني انت ممكن تكون بتفعله افعال تبين له حبك، بس هو برضو احيانا اي حد ممكن يكون محتاج حنيه، محتاج دعم كده. طيب ندخل بعد كده على برج الجوزاء. برج الجوزاء شايفك خايف من حاجه، في حاجه مقلقاك، في حاجه كل ما بتيجي تطلع قدام ترجع لورا تاني، في خطوه انت بتفكر فيها وعايز تعملها بس كل ما بتيجي تقدم ترجع ورا تاني. ففي فكرك مشغول كتير جدا، بتفكر بس مش بتاخد اكشن يا جوزاء. فانا اعتقد اتس تايم بقى ان انت خلاص بقى طبق. يعني انت بتعرف تفكر حلو قوي وذكي جدا وعندك افكار جميله جدا جدا، بس محتاج ان انت تبدا تطبق افكارك دي وتبدا تبدا تدي ماشي، بتتكلم حلو جدا، خلي الناس بقى تتفرج على افعالك. فايتس تايم ان انت تنفذ كل الكلام اللي انت بتفكر فيه. اتس تايم ان انت تبتدي خطوه جديده، تبتدي مرحله جديده. انت كمان ممكن تكون خايف من ان انت تفشل، او خايف ان انت يعني ممكن يكون ناس كتير عماله بتتفرج عليك وعمالين مستنيينك مثلا شوفوا هنشوف هيعمل ايه، هينجح ولا لا، ايه النقط اللي هتحصل معاه. فما تقلقش خلاص، دو وات ايفر يو ثينك اباوت. فايتس تايم ان انت تجرب، ان انت اصلا اندفاعي يا برج الجوزاء وجريء، فما تخافش جو اون في اي فكره عندك، علشان انت عمال بتفكر كتير قوي بس with no action. فايتس تايم ان ده يبقى وقت الاكشن. في الحب ما تخافش من نقطة ضعفك يا برج الجوزاء. يعني انت شايف ان عندك نقطة ضعف، خايف ان حد يستغلها او خايف ان حد يستثمرها ضدك، لا، حتى لو انت عارف نقطة ضعفك عادي تعامل ان مفيش اي مشكلة، وخليك ما تهتمش. يعني جو اون، فما فيش حاجة في الدنيا تقدر، ما فيش حد اصلا يقدر يستغل نقطة ضعف الجوزاء شاطر قوي اصلا. فانت خايف من نقطه ضعف معينه ممكن تكون بانت بالنسبه للشخص اللي انت معجب بيه وخايف يستغلها ضدك، لا هو مش هيستغلها ضدك، انت بس اللي خايف. فبالعكس يعني بطل تحتار يا برج الجوزاء، ابدا خد قرارات، ابدا نفذ، بطل تتكلم بس. اوكي طيب نيجي بعد كده على برج السرطان. السرطان عايز اقول لكم يعني اتس جود اوبورتيونيتي ان انتوا تستغلوا كل الفرص اللي قدامكم. انتوا بداتوا تطلعوا فكملوا الطلوع يا سرطان، خدوا الفرص اللي قدامكم. فيا سرطان ابداوا خدوا الفرص اللي تظهر قدامكم، ابداوا تعبروا عن نفسكم. عندك فرص كتيره جدا، حاول تخرج بره الصندوق، حاول تفكر بطريقه جديده، حاول تكون مبتكر اكتر، حاول ان انت تعبر عن نفسك اكتر. يعني عندك تقدم، عندك فلوس جايه لك حلوه جدا، عندك نشاطات كتيره، بس السرطان محتاج ان هو محتاج ان انت تعمل صحوه كده، اللي هو تفوق، تركز، تعمل بريوريتيز. وكمان حاجة تانية، بطل يا برج السرطان تبقى برضو غامض، لان ممكن يكون شريك حياتك او شخص اللي قدامك محتاجك تعبر عن نفسك، محتاجك تكون واضح اكتر من كده، محتاجك تكون سلس اكتر من كده، محتاجك تكون تلقائي اكتر من كده. لان السرطان انت شايفاك ان انت يا برج السرطان مش تلقائي خالص مع شريك حياتك، مش يعني بتفكر كتير قوي. فحاول ان انت تبقى اكتر فليكسبيليتي، اكتر سلاسة، اكتر بتتكلم بعفوية اكتر، بطل تفكر كتير قبل ما تعمل اي اكشن، بطل تبقى غامض ماشي، لانه ممكن يكون شريك حياتك بيشتكي من غموضك يا برج السرطان. برضو ممكن يكون حد بيشتكي شوية برج السرطان ان انت يعني حساس قوي، يعني بطل تكون حساس قوي في العمل. فكر برا الصندوق، دي اكتر نصيحة عايز اقولها لبرج السرطان، يعني ان انت ما تكونش ستيك كده، حاول ان انت تغير، حاول ان انت تبقى مش روتيني في شغلك، حاول ان انت تبتكر، حاول ان انت تفكر في افكار جديدة. يعني اوكي، لان انت لو فضلت روتيني يعني مش هتكبر، انت عشان تكبر لازم تخرج برا الصندوق بقى. It's time كده. الاسد حساسين ومحتارين قوي، في حاجة محيراك يا برج الاسد، بتفكر تفكير كتير جدا، مش عايش حياتك بتلقائي من كتر التفكير، محتار، بالك مشغول جدا، شايفك بتضيع وقتك في حاجه غلط. يعني مش عارفه، شايفه ان انت بتضيع وقتك في المكان الغلط يا برج الاسد، بتضيع وقتك في المكان المش صح. يعني ايه؟ انت محتاج ان انت تضيع وقتك، او محتاج ان انت تبذل مجهود اكتر في المكان الصح. فكر كده، انت ماشي في طريق كده ممكن يكون محتاج ان انت تظبط طريقك، محتاج ان انت تظبط طريقك شوف الطريق، اتاكد ان الطريق اللي انت ماشي فيه هو الطريق الصح، لان شايفه ان انت ممكن يبقى عندك شفت او عندك تغييرات كتيره.
فتاكد ان انت ماشي في اللي انت عايزه. انا مش عارفه افهمكم ازاي، انا عايزه افهمكم يعني. انت ممكن تكون بتعمل حاجه انت مش مقتنع بيها على فكره، او حاجه انت مش عايزها، بس انت شايف ان انت اوكي همشي وخلاص. ما تعملش كده. لو حاجه انت مش مقتنع بيها بنسبه 200% غير طريقك، وحتى لو حاجه تانية الناس كلها اعترضت عليها اختار الحاجه التانية. لو انت مستريح فيها برج الاسد، بطل تهتم بشكلك ومظهرك قدام الناس، لا اهتم بانت عايز ايه، بانت هتستريح في ايه، بايه الحاجه الكويسه بالنسبه لك اللي هتحقق فيها ذاتك، اللي هتحقق فيها نفسك. وبطل تدور على الحب. يعني انا الاسد بقالهم 3 شهور او بقالهم سنه، انت عايز، انا عايز اعيش قصه حب، انا عايز اعيش قصه، انا عايز اعيش. ممكن بتختار ناس غلط او بتدخل في علاقات سطحيه كتير عشان تجرب. لا يعني انت لو مش متاكد وحاسس من يوم في المية ان هو ده الشخص الصح بالنسبه لك، دون جو، ما تدخلش، ما تضيعش وقتك ومشاعرك وتستنزفها مع شخص غلط. طيب اخر برج هنتكلم عنه في الفيديو ده، مش عارفه ايه اللي حصل لي، مره واحده كده جالي عطس. قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا، وقولوا لي، عايز اسالكم سؤال غريب شويه، قولوا لي ايه اكتر حاجه نفسكم تعملوها الفتره دي، يعني ايه اكتر حاجه بتفكروا فيها، اكتر حاجه شاغله بالكم، وانا هقول لكم في اخر الفيديو ان ايه اكتر حاجه انا شاغله بالي انا شخصيا. انا كمان ايه ده بتاع دي مش مظبوطه دي. اوكي طيب برج العذراء، برج العذراء، العذراء انا شايفاك عندك تغييرات كتيره مصيريه. برج العذراء انت بتفكر حاجات كتيره جدا، بتفكر ان انت متضايق من نفسك يا برج العذراء. على فكره العذراء بحب فيه حاجه ان هو بيأنب نفسه، بيلوم نفسه. فشايفه ان انت عمال تقول ايه بقى، انا هبتدي بدايه جديده. عندك بدايه جديده يا برج العذراء على فكره، بدايه قويه وبدايه جذريه، زي ما تكون هتغير حاجات كتيره جدا في نفسك، هتشتغل على نفسك، هتقول بقى خلاص كل اللي عدى عدى، انا هبتدي من جديد. وانا بشجعكم عشان انا معاكم يا جماعه، عشان انا برج العذراء يعني، فعايزين نبتدي من جديد كلنا، بدايه على نظافه بقى، يعني ايه نقفل القديم كده ونسك عليه خالص ونقفل عليه بالمدبر والمفتاح ونبتدي بدايه جديده. شايفاك ان انت كانك انت بتقول لا كفايه الاغلاط اللي انا غلطتها، كفايه المشاكل اللي انا عملتها، انا هتغير وهبقى انسان جديد وهبتدي بدايه جديده. فشايفاك بتشوف اخطائك، بتراجع اخطائك، بتعمل كشف حساب مع نفسك، علشان انت قلت خلاص بقى انت زعلت، انت بتأنب نفسك. لما بتعمل حاجه غلط بتبقى متضايق من نفسك، مش مبسوط، فبالتالي انت عايز تبتدي وانت قوي، عايز حاسس ان انت بنت بصوره غلط، حاسس ان انت اديت لناس ما تستحقش، حاسس ان انت عملت حاجات كتير غلط، وشايف بقى ان انت خلاص اتس تايم ان انا ابتدي واظبط نفسي وابكون حازم وارجع شخصيتي قويه. انت كنت ضعيف الفتره اللي فاتت يا برج العذراء، ضعيف قدام اهوائك، ضعيف قدام حاجات معينه، كان عندك نقط ضعف كتير جدا ممكن تكون الناس ما تستاهلش استغلتها. فانت الفتره دي زي ما بتقول بقى ايه، لا انا هقوم وهفوق وهخبط نفسي حته قلم يفوقني صح، لان انا متضايق، انا مش مبسوط، انا مش عايزه ابقى، مش انا الشخص ده. فانت خلاص اتس تايم ان انت تجو اون وتجو فورورد. عندك نجاحات قويه جدا يا برج العذراء، هتشتهر نجمك هيلمع الفتره الجايه يا برج العذراء. يعني لو انت عندك حاجه فيها علاقه بالشهره شايفها هتشتهر جدا، اسمك هيبقى معروف، الناس هتسقف لك كتير، هيقولوا هيبقوا بيتكلموا عنك بطريقه ايجابيه. فخلاص انسى كل الماضي، انسى كل الاخطاء، ابتدي كنسل على اللي فات، ابتدي بدايه قويه، لان انت قوي. حتى لو انت شايف نفسك مش قوي، لا انت قوي يا عذراء، وانا بقول لكم اهو انتوا اقوياء. يعني بس ده الجزء الاولاني، هنعمل الجزء الثاني من اول ميزان لحد برج الحوت، استنوه النهارده برضو. قولوا لي يا جماعه الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليا فين انتوا برج ايه، كل واحد يقول لي بيفكر فيه. انا الفتره دي عايزه اقول لكم بفكر فيه، انا متضايقه من نفسي برضو، انا مش انا عذراء، بقول لكم انا متضايقه من نفسي ان انا بقى لي فتره مقصره في شغلي في السوشيال ميديا، كان عندي شويه وعكات كده، وعكات صحيه وعكات اجتماعيه وعكات عائليه، ما كنتش مركزه. انا يا جماعه صحيا بجد مش قادره احكي لكم انا الاسبوع اللي فات حصل لي ايه، يعني بجد عايزه حاجه تانية. ممكن اي دكتور جلديه بجد بيتابعني وبيشاهدني يعني يتواصل معايا، عشان دي مشكله رهيبه وما رحتش لدكتور بصراحه، وشي مش عارفه باين ان هو ملتهب ولا لا، عندي شويه مشاكل كتير قوي. فانا عايزه بقى اللي هو ايه بقى، خلاص انا ضيعت تقريبا 4 شهور بلعب، مش بلعب يعني مش مركزه في الشغل، فعايزه اطور حاجات كتيره في القناه، عايزه اشتغل على نفسي، عايزه ابدا انزل فيديوهات ريسنت. انا كنت زمان بنزل يا جماعه 5 فيديوهات في اليوم، انا دلوقتي بقيت بنزل في الاسبوع 2 ده لو بنزل فيديوهات قديمه كتير. فشجعوني بقى يعني ان شاء الله باذن الله، قولوا لي كل واحد بيفكر في ايه. ونفسي كمان الفتره الجايه دي اركز مع عمر ابني، عندي مشاكل كتير قوي معاه محتاجه اركز معاه. بس قولوا لي انتوا كمان بتفكروا في ايه، احكوا لي، احنا كلنا اسره واحده مع بعضينا. ثانك يو، بحبكم جدا جدا بيج هارت، اشوفكم في فيديو تاني. بليز قولوا لي اتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه، وقولوا لي بتفكروا في ايه الفتره دي، او ايه اكتر حاجه شغله بالكم، واعملوا شير لاي حد
ينتمي الى هذه الابراج، لان النصايح دي مهمه جدا. بس كونكلوجن يا حمل، بطل عصبيه يا تور، انت هتنجح، بس ادي فرصه لقلبك يشتغل. جوزاء، ما تخافش من اي نقط ضعفك عندك، اتخذ القرارات وجو اون، انت شجاع. سرطان، انتهز الفرص، يعني بلاش تمشي كده، اتس تايم ان انت تمسك في الفرص بايديك واسنانك عشان تحقق اللي انت عايزه. اسد، بطل تدور على الحب واختار الطريق اللي مش اللي انت عايزه، اختار الطريق اللي انت شايف ان هو هيوصلك. يا عذراء، اتس تايم لبدايه جديده، بدايه مختلفه، بدايه قويه، بدايه نجاحات. ارمي الماضي وابتدي من النهارده وانسى كل حاجه حصلت. شكرا، بحييكم، اشوفكم فيديو تاني، باي باي، مع السلامه. وثانك يو، كل الكلام الحلو قوي اللي عمال يتكتب يا جماعه، ثانك يو، يعني شكرا بجد والله على كل كلمه حلوه بتدوهاني ودعم بجد، يعني ثقتكم دي حاجه ربنا، ثانك يو، شكرا، باي.